كتكمل بعض المهام كما كنلاحظو، هما بزاف ديال المهام كاينين هنايا. هنا 51,000 نقطة، يعني ما يعادل $5 في هاد المهمة هادي. كما كتلاحظو هي 20,000 نقطة كتساوي $2، 50,000 نقطة $5. باي بال ديالك تتربطو مع البنك دي سي اش او تجاري وفا بنك كما قلت لكم او اي بنك اخر. بالنسبة للناس اللي مهتمين بصناعة المحتوى وباغيين يديروا قنوات ديالهم على اليوتيوب او على الصفحات ديالهم في الفيسبوك، فانا راه كنقدم لكم الخدمة ديال التفعيل ديال القناة ديالكم ديال اليوتيوب او الصفحة ديالكم على الفيسبوك، زائد انني كنعطيكم واحد الباك هدية مني مجانية اللي هي التعليم المباشر. كنعلمكم كيفاش تصابوا المحتوى ديالكم، وكنعطيكم طرق كيفاش تخدموا، ولكن التفعيل اللي هو اللي تيكون بمقابل مدفوع. كتخلصني في التفعيل سواء يوتيوب او فيسبوك، وانا كنعطيك واحد الهدية مجانية اللي هو انني كنعطيك واحد التعليم كيفاش تصاب المحتوى ديالك اللي غادي تولي تحقق منه الدخل ان شاء الله بحول الله. فراه جميع المعلومات او بغى بنادم يعرف هذه المعلومات غادي يتواصل معايا في الرقم ديال الهاتف ديالي اللي غادي يكون في صندوق الوصف، وديك الساعة مرحبا بأي واحد اللي بغى يتعلم صناعة المحتوى أو بغى يبدأ يوتيوب أو فيسبوك وبغى يحقق منه الدخل. في هذا الفيديو هذا غادي نكملوا السلسلة ديال الربح من التطبيقات، ودائما التطبيقات اللي كتدفع والتطبيقات الصديقة، وغادي نديروا واحد الفيديوهات واحد آخرين على التطبيقات اللي ما كتدفعش وغادي نهضروا عليهم، وانتم اللي غادي تحددوا نوع التطبيقات اللي غادي نهضروا عليهم. أي تطبيق بغيتوا نشرحوا غادي تكتبوا لي في التعليقات وأنا غنقول لكم هذا التطبيق واش كيدفع أو لا ما كيدفعش. دابا حنا في السلسلة ديال التطبيقات اللي كيخلصوا، ودائما من نفس الشركة اللي كنت سحبت منها من التطبيقات الأوائل ديالها عندها تطبيقات واحد آخرين، وهذه الشركة هذه النيس راه كتدفع وكتخلص على كل تطبيق ديالها. أول حاجة غادي نديروها هي غادي نمشيو للبلاي ستور باش ننزلو التطبيق ديالهم. ها هو التطبيق ديالهم سميتو لوفلي بلانت، ها هو هذا هو التطبيق، هاد الصورة ديالو كيفاش دايرة. غادي تجيو للروشيرش وغادي تكتبوا هذا الاسم، هذا هو صافي، غادي ديروا روشيرش. من بعد غادي نبسط لكم التطبيق على هذا الشكل هذا. أنا عندي جوين، نتوما غادي تلقاو انستالي، غادي دير له انستالي. من بعد ما كتانستالي عندك في الهاتف ديالك، كتنبثق لك هذه الواجهه هذه. كنعلموا على هذه العلامات هذو بجوج. التطبيق راه ساهل، راه ماشي ممكن ما سلمها التطبيقات هذو، يعني ما فيهمش شي حاجه اللي صعيبه، يعني واحد المهام بسيطه كتكملهم وكيعطيوك عليهم ديك النقاط، وديك النقاط كتحولهم الفلوس ديال عن طريق بايبل، وبايبل كدوزهم لاي بنك سواء سي اش بنك سواء بي ام سي يو سواء التجاري سواء اي بنك في المغرب، كتلاقي مع بايبل ديالك وهكا كدوزوا السحب للبنك ديالكم. واي واحد بحال دابا مثلا بغى يدوز الرصيد بايبل وفا كاش او ويستر يونيون او اي حواله بنكيه، كيتواصل معايا كيدوز لذاك الرصيد وانا كندوزو له في داك الشيء اللي بغاه هو. واقل رصيد كندوزو هو $20، يعني $5 ولا هذاك الشيء بلا ما تصيفط لي. صيفط لي لك عندك فوق 20 ديال الدولار. اول حاجه كنختاروا الجيميل اللي غادي نخدموا به. مثلا نختار انا هذا الجيميل هذا غادي نخدم به. كتعطينا الواجهه ديال التطبيق هي هذه. هما في الاول غادي يديروا لك واحد المساله ديال اونتري، واحد الكود كيقول لك دخل واحد الكود باش تاخذ 1000 بوينت. كما كتلاحظوا هو عندي انا هنايا 0 بوينت، ما عندي حتى شي نقطه. كل 20000 نقطه كتساوي $2، كل 50000 نقطه كتساوي $5، كل 100,000 نقطة كتساوي $10. انا نجي مثلا هما غادي يعطيوكم هذه المسألة هذه، غادي تلقاوها في الأول. أول ما غادي تفتحوا التطبيق غادي يقولك دخل واحد الكود باش تاخذ 1000 نقطة. هذا الكود أنا ندخلو أنا قدامكم باش نشوف واش النقط غادي تزادوا لنا هنايا 1000 ولا ما غاديش يتزادوا. غادي ندخلو هذا الكود هنا، وأنا نخلي لكم في أول تعليقات بالنسبة للناس ديال اليوتيوب. بالنسبة للناس ديال الفيسبوك غادي تلقاو الكود فوق الفيديو. بالنسبة للكود هو هذا، بغيتي تنقلو مباشرة من الشاشة، هو هذا الكود، كيتكون من 6 ديال الاحرف هو هذا. من بعد ما كنكتبوا هذا الكود هذا، ها انتم هي راه مازال هنا 0 بوينت، كنديروا هنايا بروسيد. ها انتم كنضغطوا على بروسيد، ها هي تضافت لنا 1000 نقطه، ها هي تضافت هنا في هذا المكان هذا. كندير اوكي. الطريقه ديال العمل في التطبيق هنا باش كتجمع النقاط، عندنا اول طريقه هي هذه باش كتاخذ 1000 نقطه، باش كتبقى لك ديك الساعه باش تكمل الحد الادنى ديال السحب اللي هو 20000 نقطه. عندنا هنايا كنضغطوا على هذه المساله هذه، كنزرعوا مثلا حنايا هذا البذره هذه هي. من بعد كنكملوها بالواتر هنايا بالماء، هما كيعطيونا هذه المهمات هذو كنكملوهم. كنبقى نضغط انايا على هذو هما، هنا كنولي كنضغط عاوتاني على هذه المساله هذه صافي، وكنولي كنضغط على هذو هما، كنضغط عليهم غير بالصبع ديالي. كما كتلاحظوا انا دوزت دابا المهمات هادو كاملين هنايا، هما راه مازالين كيعطيوني صافي. تنبقى نضغط عليهم، اي حاجه عطاوها لي هنايا تنضغط عليها. هانتوما كما كتلاحظوا ها هي 1016 نقطه كتزاد عندي هنايا، يعني هكا النقاط كيتزادوا. حنا ما نبقاوش خدامين هكا باش ما ناخذوش الفيديو، ما يطولناش الفيديو، غادي ندوزو للمهام الاخرين. هنا عندنا بلاي تايم، كنضغطوا على هاد بلاي تايم،
كنديروا هنايا اوكي، كنديروا هنايا اكسبت، كنوليو نديروا اكتيفي مانتونو. ضروري خاصنا ناكتيفيو التطبيق عندنا في البارامتر باش هكا دوك المهام اللي تيعطيوك مثلا تيقول لك انستالي واحد التطبيق وكمل واحد ستاج وواحد الليفل، باش هكا كيدوزوا لك النقاط اللي دوزتي نتايا من داك التطبيق الخارجي باش كيدوزوا لك لهذا التطبيق. هذا ضروري انك خاصك تفعل هذه المساله هذه. هي كنجيو للتطبيق هو هذا كما كتلاحظوا هي ديزاكتيفي مكتوبه هنا، كنضغطوا عليه بحال هكا صافي، وكنفعلوا هذه الخاصيه هذه بحال هكا وكنرجعوا بحالنا للتطبيق صافي. هي صافي من تاكسيفا هو دازلنا مباشره للتطبيق. هادو هما الالعاب اللي كيكون عاطينك هنايا في بلاي تايم، كل لعبه وشحال النقاط ديالها. هذه دي فيها 1900 نقطه وهذه عليها 561 نقطه، يعني هنايا في هذا الكتالوج. هنا عندنا مي ابلي هي كنضغطوا عليها بحال هكا، هنا مازال ما حاطين حتى شي ابليكاسيون حتى شي مهمه. المهم في هذه البلاصه هذه هنا فيها النقاط قلال، فين كاينين النقاط بزاف كما كنلاحظوا. كنجيو لهنايا الارن مور، ها فين كنضغطوا عليها. هنا عندنا العروض ديال السي بي اي كما في التطبيقات الاخرين اللي كنت فايت شرحت لكم، هنا فين كيكونوا النقاط بزاف والارباح كتكون بزاف. حيد علينا بلاي تايم، غادي نجيو لادجيت. هنا في ادجيت كيكونوا الارباح مزيانين، هنا هادو العروض ديال السي بي اي هما لي زوفر كاملين، هما الاوفر. هنا كاين لي سيرفي، هنايا استطلاعات الراي، هنا لي جيم، هنا كتلقى الالعاب كاملين. هذا عليها 1000 نقطه، هنا عندنا عليه 4000 نقطه، هنا عندنا 8500 نقطه. يعني كتضغط مثلا على هاد الجيم هذه بغيتي تدوز هاد الليفل هذا، هما كيقولوا لك هنايا شنو خاصك دير، كترجم هاد الكلام هذا باللغه العربيه وكتفهم شنو تيقولوا لك هنايا. باش كتنزل التطبيق عندك خاصك توصل ليفل 3 كتاخذ 240 نقطه، باش كتوصل ليفل 10 كتاخذ 320 نقطه، حتى ليفل 75 كتاخذ 5400 نقطه. باش كتبدا هذه المهمه هذه كدير ايرن، كتضغط عليها كيحولك مباشره للبلاي ستور وكتنزل داك التطبيق، وخاصك تبقى فاتح التطبيق هادو باش ان كل ما وصلتي لواحد النيفو تمايا كيدوزوا لك اوتوماتيكمون لهذا التطبيق هذا، حيت هذا هو اللي تسحب منه، ماشي هذا التطبيق هذا اللي تسحب منه هو. صافي كنرجعوا كذلك ومثال في هادو كاملين. ها هو عندنا الايت ستوديو تا هما عروض ديال السي بي اي تا هما، كتكمل بعض المهام كما كنلاحظوا هما بزاف ديال المهام كاينين هنايا. هنا 51000 نقطه، يعني ما يعادل 5 دولار في هاد المهمه هادي، وكل مهمه وشحال فيها ديال النقاط. هنا تقريبا 40000 نقطه، ما يعادل 4 ديال الدولار في هاد المهمه هادي. هادي كل مهمه وشحال كتاخذ ديال الوقت على حسب انت الوقت اللي عندك واللي غادي تسالي فيه داك السطاج هذيك وشو شحال ديال الوقت. هما كيقولوا لك ما تفوتش مثلا اسبوع، ما تفوتش 14 يوم، خاصك تكون كملتي داك المهمه هذيك، ماشي انت كتدخل مره واحده وكتبقى في داك الليفل مثلا وصلتي لليفل 4 وكتمشي وكتنسى وما كتدخلش وكتفوت بحال مثلا الوقت اللي كيكونوا عاطينك، وفاش كتولي تدخل ما غادي تستافد من داك النقط هذوك وتقول انت بان راه هذا الشيء راه غير راه ما كاينش شي منه. بالعكس راه الغلط ديالك انت اللي كديرو، ما كتكملش داك الليفل في داك الوقت اللي كيكونوا عاطينك هما محدد، يعني خاصك تسالي المهمه ديالك في الوقت اللي كيكونوا عاطين. دابا ما نضيعوش الوقت في هذه البلاصه هذه. هنا عندنا ميني جيم حتى هي كذلك ومثال، فهنا كاين بعض الالعاب حتى هما كتكملهم وكتاخذ عليهم داك النقاط. وانا نوريكم النقاط دابا كيفاش غادي نديرو نحولهم. ها هما الالعاب هنا، حنا ما ندخلو حتى شي لعبه، تدخلوا تكتشفوا هادشي راسكم. دابا هنا من نجمعوا مثلا حنا عندنا 20000 نقطه جمعناها، كي غادي نديرو نسحبوها غادي نجيو نضغطوا ها فين كاينه هاد المحفظه هذه، هي كنضغطوا عليها بحال هكا. كما كتلاحظوا هي 20000 نقطه كتساوي 2 ديال الدولار، 50000 نقطه 5 ديال الدولار. مثلا وصلنا ل 20000 نقطه كنضغطوا عليها بحال هكا، كنجيو كنديروا هنايا الجيميل ديال البايبل ديالنا في هذا المكان هذا. فاش كنديروا الجيميل ديال البايبل كنديروا ريديم، اول سحب كيوصلك على 3 ايام عاد كيوصلك، وثاني سحب ثالث سحب رابع سحب راه كيوصلك في قل من 12 ساعه باش تكون عارف هذا الشيء. اللي هي السحب الاول اللي كيتعطل باش كيتحققوا من داك الايميل ادريس ديالك ديال البايبل وصافي. صافي هذه الطريقه ديال السحب، طريقه سهله. والبايبل ديالك تتربطوا مع البنك ديال سي اش او تجاري وفا بنك كما قلت لكم او اي بنك اخر، وكتسحب الاموال ديالك عادي. اخر حاجه اللي يمكن لنا اننا نربحوا منها وهي هذه، هي كنضغطوا في هذه البلاصه هذه فين كاينين هاد جوج اشخاص كنضغطوا عليهم بحال هكا. هنا فين كيكون عندك واحد الريفيرال كود، هذا الريفيرال كود كتشاركوا مع الاصدقاء ديالك، واي واحد دخل بالكود ديالك تياخذ هو 1000 نقطه وانت
كتاخذ 250 نقطه. هكا تيكون الربح متبادل، كل ما دعيت الاشخاص بزاف حتى هما تيدعموك على داك الدعوه ديال الاصدقاء اللي درتي، كتاخذ عليها واحد الكوميسيون ديال 250 نقطه، وهو هذاك اللي دخل كياخذ 1000 نقطه، يعني هو كياخذ اكثر منك وكيكون في الربح اكثر منك، باش حتى هو تيشجع باش يوصل الاقل والادنى ديال السحب في اقرب وقت ممكن. اما كاين ما سهل من هاد التطبيقات هادو، وزيدوا هاد الشركه هادي انا باش شرحت لكم التطبيقات ديالها، او مازال تطبيق واحد اخر هو التطبيق الاخر اللي غادي نشرحه لكم، وتا هو غادي يكون فيه اثبات السحب. يعني التطبيقات الصديقه هادو تيخلصوا فاش يطلعوا لكم مثلا شي اشهار من الاشهارات، مثلا انت كتلعب هنا وطلع لك واحد الاشهار وبينوا لك بان راه التطبيق فيه الفلوس، فبلا ما تدخل داك التطبيق راه ما غاديش يخلص. او كتبوا لي الاسماء انتم ديال التطبيقات اللي كيطلعوا لكم في الاشهارات، وانا غنشرحهم لكم ونقول لكم واش كيخلصوا ولا ما كيخلصوش، باش هكا غادي نختصر عليكم الطريق والوقت بزاف. كان هذا هو الفيديو ديالنا، لا عجبك الفيديو ما تنساش انك تضغط على ديك الزر ديال اللايك، ولا كنتي مهتم بالتجاره الالكترونيه والربح من المواقع والتطبيقات فهبط تشترك في القناه وتفعل الجرس باش ديما يوصلك الجديد ديال، ما تنساش انك تبارطاجي هذا الفيديو هذا باش تعم الفائده.